في الفيديو ده ان شاء الله احنا هنعمل اناليسز لدايره 3 فيز فول ويف ان كنترولد ريكتيفاير. الدايره دي بتتكون من 6 دايود بالشكل اللي انت شايفه ده. ده اللود بتاعنا في الاخر. اللود ده احنا هنفترض لسهوله بس الاناليسز ان هو هايلي اندكتيف لود. طيب دلوقتي فين ال 3 فيز؟ هيكونوا داخلين منين؟ ما بين كل 2 دايود. يعني دي كده هتكون فيزا نمبر A، دي كده هتكون فيزا نمبر B، ودي كده هتكون فيزا نمبر C. طيب الكرنت بتاعنا بتاع الاوتبوت اكيد هيكون نازل بالمنظر ده، يبقى ده كرنت الاوت، فبالتالي هيكون ده كده الفولتج ناحية الاوت. ماشي، تعالى نرقم الدايودز بتاعنا من 1 لـ6. نقول مثلا ده 1 3 5 4 6 2. طب ليه الترتيبة الغريبة دي او شكلها كده يبان انها مش منتظم الترقيم؟ هيبان دلوقتي. تمام، المهم يبقى ده كده ايه اللي هما الدايتز بتوعنا من 1 لـ6. طب ايه اللي بيحصل؟ اللي بيحصل ان دايما واحد من التلاتة دايتز اللي فوق اللي هما 1 او 3 او 5 بيبقوا شغالين مع واحد من التلاتة دايتز اللي تحت اللي هما 4 و6 و2. يعني دايما في واحد من فوق وواحد من تحت عاملين ايه، عاملين كابل كده وشغالين مع بعض. طب زي مين مثلا؟ مثلا لو احنا قلنا ان مثلا الدايت نمبر 1 شغال والدايت نمبر 6 شغال، ده معناه ايه؟ ده معناه ان الدايت نمبر 1 هو موصل الفولتج بتاع فيزا A لحد البوست بتاع الاوتبوت، والدايت نمبر 6 موصل الفولتج بتاع فيزا B لحد النيجاتيف بتاع الاوتبوت. يبقى ده معناه ان فولت الاوتبوت بتاعنا هيبقى VAB. ماشي، يبقى اذا احنا ممكن نكون ايه، ممكن نكون VAB. طب ايه تاني مثلا؟ تعال نشوف احتمال تاني. لو مثلا الدايد نمبر 1 شغال ودايد نمبر 2 شغال مثلا، يعني فساعتها دايد نمبر 1 شغال يبقى هيوصل لنا فيزا A لحد فوق هنا في الاوتبوت، وفيزا C توصل لحد ايه، لحد تحت. يبقى ده معناه ان فولت الاوتبوت المره دي هيبقى VAC. تمام، طبعا قيس بقى على كده ايه كل الاوبشنز اللي فاضله، ولكن طبعا الدايد نمبر 1 والدايد نمبر 4 مش هيشتغلوا مع بعضيهم. يعني دايت 1 و 4 مش هيشتغلوا مع بعض، دايت 3 و 6 مش هيشتغلوا مع بعض، 5 و 2 مش هيشتغلوا مع بعض. يعني ده معناه ان احنا عمرنا ما هنلاقي ان في اوبشن ان في شورت سيركت على الاوت. يعني دايما فولت الاوت هيبقى ايه، هيبقى بقيمه مش بزيرو. تمام، وده هيبان اكتر دلوقتي لما هنعمل الاناليسز. يبقى ده معناه ان الاحتمالات الممكنه بتاعتنا ايه هي بقى؟ الاحتمالات الممكنه كالتالي: ان ممكن يكون من فوق فولت A هو اللي باين، طب ومن تحت ممكن يبقى B او C. يبقى ده معناه ان احنا ممكن يبقى الفولتج بتاعتنا VAB او مثلا VAC. طيب ايه تاني؟ انت ممكن يكون فولت B هو اللي باين فوق، وساعتها تحت هيكون ايه، AAC. يبقى اذا احنا ممكن كمان يبقى فيه VBA و VBC. برضو ممكن فولتج C هو اللي يبقى فوق، ساعتها اللي تحت هيكونوا يا AB. يبقى احنا عندنا فيه فولتج CA وفولتج CB. يبقى دي كده تعتبر هما الست احتمالات الممكنة ان فولت الاوتبوت هيبقى اخد شكل واحد ما بينهم، يعني يا AB يا BC يا CA والعكس بتاعهم. ما انت هتلاقي AB العكس بتاعه BA، وهتلاقي CA العكس بتاعه AC، و BC العكس بتاعه CB. يعني ده معناه ان في الاخر فولت الاوتبوت بتاعنا هيبقى احد الفولتجز بتاعت مين؟ بتاعت يا اما فولت اللاين يا عكسه. ايه فولت اللاين؟ ما انت عارف ان VA لوحدها و B لوحدها وسي لوحدها دول اسمهم فولت الفيز، لكن لما اقول لك في اي بي شبه كده مثلا يبقى ده اسمه فولت ايه، ده فولت اللاين. يبقى ده معناه ان فولت الاوتبوت هو دايما شايف فولت لاين، بس انهي لاين بقى؟ يا اي بي يا بي سي يا سي اي يا عكسهم. تمام، يبقى اذا هو شايف احد ايه، احد الفولتات اللي هم احد واحد من الستة دول. تمام، طيب يبقى ده كده ايه التصور المبدئي لينا لفولت الاوتبوت بتاعنا شكله عامل ازاي. طيب يبقى ده معناه ان فولت الاوتبوت هيبقى زي ما اتفقنا اخد واحد من فولتات ايه، من فولتات اللاين. طب تعالى نرسم كده عشان نوضح اكتر. لو جيت قلت لك ايه، لو جيت قلت لك ان احنا عايزين نرسم فولتات اللاين بتوعنا دول، ماشي. طب فولتات اللاين بتوعنا هيبقوا عاملين ازاي؟ لو انا مثلا خدت لك ايه، لو خدت لك ساين ويف كده، تمام، ده بتمثل مثلا في اي بي. حلو كده، يبقى مثلا ادي في اي بي. ماشي، جميل. ايه كمان؟ لو عملت لك بقى واحده تانية بتمثل في بي سي، هتبقى متشفته عنها 120 درجه. يبقى اذا تعال نقول مثلا دي في اي بي،
تمام. لو عملت لك كمان واحدة هتبقى متشفتة زي ما بقول لك عنها كام، 120 درجة. يبقى اذا لو خدنا كمان واحدة اهي بس متشفتة عنها 120 درجة، يعني البداية بتاعتها هتبقى مثلا ايه، هتبقى بعد البيك بتاعت الاولى بشوية، يعني زي مثلا هنا. يبقى دي كده ايه، دي كده اللي هو في بي سي. طيب بالنسبة ل في سي اي اللي بعديها هتبقى فين؟ هتبقى متشفتة برضو 120 درجة عن اللي هي بتاعت بي سي. تمام، تعال بس ندخل دي كده شوية. تمام، تعالى كمان واحدة. يبقى لل في سي اي هتبقى متشفتة 120 درجة عن التانية. تمام، يعني هيبقى شكلها حاجة بالمنظر ده. يبقى ده في سي اي. طب يبقى ده في اي بي وبي سي وسي اي. جميل، تعال نكملهم. طيب كده حتى احنا ممكن نكملهم بايدينا كده ماشي، او خليهم كده مفيش مشكلة، وهكذا. وهيجي لنا بعديهم في اي بي مرة اخرى وهكذا. طب دول كده اللي هما في اي بي وبي سي وسي اي. طب احنا عايزين بقى نحط اللي هما عكسهم. طب اللي عكس في اي بي هيبقى ايه؟ هيبقى في بي اي، وده هيبقى شكل الساين ويف بتاعته. بدل ما هي كانت شكلها ساين ويف عادية كده، هتبقى الساين ويف تانية اللي هي شكلها عامل ازاي؟ شكلها عامل كده. تمام، طيب تعال نرسمها بشكل افضل. هيبقى الشكل بتاعها كالتالي. يبقى ادي لو حبينا ان احنا نرسم فولت اللاين اللي هو عكس اي بي. تمام، او هيبقى حاجة بالمنظر ده كده ماشي، او حاجة كده. يبقى ده اللي هو مين؟ يبقى الفولت اللي من تحت ده اللي هو في بي اي. جميل، طيب حلو جدا. ايه كمان دلوقتي لو حبينا ان احنا نعمل واحد تاني بس عكس اللي هو البي سي، اللي هو نسميه مثلا سي بي. ففولت السي بي ده هيبقى عامل ازاي؟ هيبقى ساين ويف مقلوبة عن الساين ويف التانية اللي هي بتاعت البي سي. تمام، فهتلاقيها حاجة بالمنظر ده كده. يبقى دي اللي هي في سي بي. طب كمان واحدة أخيرة، لو حبينا نعمل واحدة عكس السي اي اللي هو تبقى اسمها في اي سي، هتبقى واحدة مقلوبة عن بتاعة السي اي، يعني حاجة بالشكل ده كده. تمام، بص كده اهي. فدي كده الاخيرة دي اللي هي هتكون مين؟ دي كده اللي هي هتكون في اي سي. طيب يبقى دي كده اللي هي شكل ايه، شكل الفولتجز بتاعتنا. تمام، لو حبينا ان احنا كمان نمدهم شوية، يعني مثلا شايف كده انت الفولت اللي هو بتاع الاي سي، بتاع الاي سي ده، لو حبينا ان انا ايه احط له كمان واحدة كده بالشكل ده عشان يكمل بس مش اكتر ماشي، يعني حاجة بالشكل ده. طبعا ايه الرسمة بقت معقدة شوية بس يعني هتبان دلوقتي اكتر. تمام، اهي حاجة مثلا بالشكل ده كده. اوكي تمام، فبقت ايه، بقت حاجة بالمنظر ده. تمام كده ماشي، او لا مش صح كده، ثانية، هي المفروض تكون بالشكل ده كده اللي هي تكملة ليها يعني. اوكي اهو حاجة كده ماشي. يبقى ده كده ايه اللي هو الفولتج اللي هو بتاع اي سي، بس اللي هو ايه الحتة بتاعته الاولانية دي. تمام، وهكذا. طبعا لو عملت ان انا جبت تكملة تانية اللي هما بتوع البي سي، سوري، اللي بتوع السي بي وبتوع البي ايه، فهتلاقي ايه، هتلاقي ساين ويف تراكمت على بعضيها. يبقى اذا كل اللي انا كنت بحاول ارسمهم دول، كله كنت بحاول ارسمهم دول، هما مين؟ هما فولتات مين؟ فولتات اللاين وعكسهم. تمام، طيب يبقى اذا دول اللي هما في اي بي وبي سي وسي اي وعكسهم. الفولت الاوتبوت بتاعنا هيبقى ايه؟ هيبقى ماشي مع واحد منهم، واحد منهم هما الست. طيب جميل جدا. تعالى دلوقتي نعمل ايه؟ تعالى بدل ما يبقى الرسمة بتاعتنا معقدة كده شوية، تعالى نشتغل على البوزيتيف هاف سايكلز فقط. تمام، يعني هنرسم ايه، هنرسم اللي هو انصاف الساين ويفز من فوق بس. طبعا انا لو كنت شايل بتوع في اي سي وسي بي وبي اي كان هيتبقى لي كام؟ كان هيتبقى لي اللي هما ساين ويفز اللي هي كانت بالمنظر ده كده، كانت ساين ويف واحدة تانية متشفتة 120 واحدة تانية متشفتة 120. ده لو كنا شغالين على اللي هما التلاتة اللي فوق. طبعا بما ان التلاتة اللي هما عكسهم ظهروا معانا، فانت هتلاقي كأن كده في ساين ويف ما بين كل واحدة والتانية، يعني ده معناه ان كأنهم بالظبط بدل ما بقوا تلاتة ساين ويف متشافتين عن بعض 120 درجة، بقوا ستة ساين ويف
متشفتين عن بعض كام؟ متشفتين عن بعض 60 درجة كل واحدة من التانية، تمام؟ طيب يبقى تعالى بقى كده ايه نرسم اللي هو الشكل ده. طيب تعالى كده نوضحها اكتر. لو ابتديت ان انا امسح اللي هو الشكل بتاع الساين ويفز دي اللي فوق، ماشي اهو شلناهم، ونبتدي بقى ان احنا نرسم ايه بايدينا كده رسمة مبسطة شوية. ادي كده اللي هو الفولتج بتاع VAB اهو، ماشي ده كده VAB. جميل. لو حبينا ان احنا نعمل كمان واحدة منها، تمام، هتبقى عاملة ازاي؟ هتبقى كالتالي اهو، ناخد كوبي كمان واحدة بس متشفت عنها كام؟ 60 درجة، يعني تقريبا في الحتة اللي انا ايه اللي انا حاططها دي كده، تمام. يبقى ده كده ايه دي كده اللي هو الساين ويف التانية، كمان واحدة متشفتة كمان 60 درجة، اوكي، فهتبقى حاجة بالشكل ده، تمام. كمان واحدة متشفتة 60 درجة، هتبقى حاجة بالمنظر ده كده، تمام، وهكذا. كمان واحدة متشفتة 60 درجة، ما احنا اتفقنا ده بقى ان بقى ايه بقت الويفز متشفتة عن بعضها ستينات. تعالى برضو كمان واحدة ايه نظبطها كده عشان يبقوا 6، ماشي، يبقى حاجة بالشكل ده. يبقى اذا انت كأن بالظبط كده اول واحدة دي اللي هي في اي بي، تمام. خد بالك، بص بص بص، في اي بي سلمت واحدة تانية، عارف التانية دي اللي هي مين؟ اللي هي هتبقى في بي اي اللي هي عكسها. ما انت المفروض كانت في اي بي كانت ماشية كده، تبقى في بي اي اللي هي مالها اللي هي عكسها، ها متخيلينها كده؟ طيب يبقى دلوقتي تعالى نكمل. ادي ده في اي بي، كانت المفروض فين بقى في بي سي؟ ما انت في بي سي كانت متشفتة عن اي بي 120 درجة. خد بالك ان دي 60، لا احنا عايزين اللي متشفتة 120، يعني اللي هي الساين ويف التالتة. فالساين ويف التالتة هي اللي المفروض هتتسمى بي سي، في بي سي. طب الساين ويف التالتة مسلمة مين؟ هتلاقيها مسلمة اللي هي عكسها اللي هي في سي بي. طيب وفين اللي هي الساين ويف اللي متشفتة 240 درجة؟ هتلاقي الساين ويف دي هي اللي متشفتة 240 درجة، اوكي. ما دي 60، دي 120، دي 180، ماشي. دي بعديها بكام؟ دي بعديها ب 60 اللي هي 240، هي دي. يبقى ال 200 الساين ويف اللي بدأ عند 240 هي دي اللي اسمها في سي اي. طب في سي اي مسلمة مين؟ بص كده هتلاقي فين في سي اي، اهي مسلمة واحدة كانت قبليها كده، يبقى هي دي اللي اسمها في اي سي. اتفقنا؟ يبقى اذا ده المنظر بتاعنا، في اي بي اي سي بي سي بي اي سي اي سي بي، تمام. وكلهم متشفتين كام؟ كلهم متشفتين 6 ستينات. طيب حلو جدا، تعالى كده كأننا ايه كأن في كان ساين ويفز قبليها برضو، يعني مثلا تعالى نحط واحدة هنا كده عشان يبقى الشكل بس ايه قفل معانا ايه بشكل كويس يعني، ماشي، حاجة بالشكل ده. تفتكر الأخيرة دي اللي أنا حطيتها دي اللي هي تكون مين؟ تعالى كده نشوف هي مسلمة مين. هي مسلمة البي سي، يبقى دي تبقى عكسها، يبقى دي السي بي، تمام. يعني الساين ويف اللي أنا حطيتها دي هي مين؟ هتكون السي بي، تمام. يبقى دي مثلا الساين ويف دي اللي اسمها ايه في سي بي. طيب بس طبعا انا كده كده هتعامل مع مين؟ مع من الاول اللي هو الاي بي دي، اوكي اتفقنا، لان دي اللي هو الساين ويف اللي بدأ من الزيرو يعني. طيب ده كده اللي هو المنظر بتاعنا. نلاحظ هنا وجود ايه بقى؟ نلاحظ وجود ان الساين ويفز بتاعتنا دي او اللي هو الفولتج بتاعت ال بتاعت ال اللاينز بتوعنا حصل ما بينهم وما بين بعض انترسكشنز كده، في انترسكشنز تحت كده شويه، في انترسكشنز من فوق. يعني بص في انترسكشن هنا اهي، اوكي، في انترسكشن هنا، في واحدة كمان هنا، في واحدة كمان هنا، وهكذا. دي الانترسكشنز بتاعتنا، تمام. طيب تعالى كده حتى نكبر الرسمة شوية علشان تبان احسن. لو خدت دي كلها كبرتها شوية، اوكي، حاجة بالشكل ده كده اهي، ماشي اهو، حاجة كده بس، تمام. طيب عظيم جدا، تعالى ناخد حتى الاكس بتاعنا بس ننزله تحت شوية اهو، يبقى هنا، تمام.
ده كده اللي هو الشكل بتاع ايه، الشكل بتاع اللي هو الويف. طيب وبعدين دلوقتي بقى عايزين نشوف فولت الاوت بتاعنا بقى عامل ازاي. نلاحظ بس ان الانترسكشنز اللي احنا اهتمينا بيها فوق دي، اوكي الانترسكشنز دي بص اول واحدة هتلاقيها عند الستين درجة، ودي عند المية وعشرين درجة، يعني ما بين كل انترسكشن والتاني هتلاقي ستين. طبعا لو ايدي مظبوطة قوي يعني كانت المفروض ايه تكون الشكل ادق شوية، يبقى دي عند 180، دي عند 240 وهكذا. طيب ايه بقى المفروض الوضع حاليا؟ الوضع حاليا كالتالي، تعالى كده نعمل بقى الاناليسيس بتاعنا. هو في الفترة اللي هي من 60، تمام، احنا بنتعامل كأن ايه، كأن دلوقتي اهو احنا هنبتدي شغل، يبقى من اول الفترة بتاعت من اول اللي هو 60 درجة دي، تمام. من اول 60 درجة مين اللي مسيطر في الدايرة؟ اللي مسيطر في الدايرة يعني ايه اللي مسيطر في الدايرة؟ يعني مين اكبر جهد في الدايرة؟ هو الجهد اي بي، تمام، يعني في اي بي هو اعلى جهد في الدايرة، تمام. طب و في اي سي و في بي سي واللي هم الفولتات التانية دول كلهم مالهم؟ هتلاقيهم اقل منهم. بص دي اعلى جهد موجب في اي بي، يبقى ده معناه ان فولت الاوتبوت هو مين؟ هو الجهد اللي هو الايه العالي ده. يعني ده معناه ان من 60 ل 120 درجة انت فولت الاوتبوت هيكون هو في اي بي، تمام. ده ليه بقى؟ لانك من 60 لحد 120 درجة، ده باعتبار ان فولت اللاين بدأ عند الزيرو هنا، تمام، هتلاقي ان فولت ايه هو اعلى فولت موجب، وفولت بي هو اعلى بس فولت سالب، يعني نقدر نقول اقل فولت يعني في الدايرة. طب ده معناه ايه؟ ارجع كده، احنا اتفقنا ان فولت ايه وفولت بي اعلى ايه، اعلى جهد عندنا في الدايرة، بس ده في الموجب وده في السالب. فانت لو دلوقتي فولت ايه هو اعلى جهد في الدايرة بالموجب، يبقى ده معناه ان دايد نمبر 1 ولا 3 ولا 5 هم اللي هيبقوا اون، هيبقى دايد نمبر 1. ما انت 1 و3 و5 هم المسؤولين عن مين؟ هم المسؤولين عن البوزيتيف، يعني عن مسؤولين عن ايه، يعني هم الانودز بتاعتهم هم اللي متوصله بالفيزات. اما 4 و6 و2 الكاثودز بتاعتهم هم اللي متوصله بالفيزات، بمعنى ان لو فولت ايه اعلى جهد في الدايره هتلاقي دايد نمبر 1 هو اللي اشتغل. لو فولت ايه هو اصغر جهد في الدايره، او يعني ده معناه ان هو اعلى جهد بس بالنيجاتيف، فانت هتلاقي دايود نمبر 4 هو اللي هيشتغل. وصل كده الفكره؟ فبما ان فولت ايه هو اعلى جهد في الموجب وفولت بي هو اعلى جهد بس في السالب، ده معناه ان دايود نمبر 1 ودايود نمبر 6 هما اللي هيشتغلوا مع بعض. طالما 1 و6 اشتغلوا مع بعض هيبقى كده فولت الاوتبوت شايف اي من فوق وشايف بي من تحت، يبقى شايفين في اي بي كده. وصلت كده الفكره الاناليسز ازاي؟ يبقى ده معناه ان احنا شايفين في اي بي لما دايد نمبر 1 و6، لما دايد نمبر 1 و6 هما اللي شغالين، اوكي. يعني ده معناه بقى، تعالى كده نعملها دلوقتي، يبقى مين الدايدز اللي شغاله؟ الدايد نمبر 6 والدايد نمبر 1. طيب يبقى دلوقتي احنا عندنا الرقم 6 ورقم 1 هما اللي شغالين، ساعتها فولت الاوتبوت بتاعنا بقى هيبقى عامل ازاي؟ تعالى كده نرسم بقى فولت الاوتبوت بتاعنا، هيبقى ماشي على في اي بي اهو بالشكل ده، هيبقى ده اللي هو الفي اي بي. تعالى حتى نطخنها شويه، هيبقى هو ده، تمام ماشي. طب وصلنا عند ال 120 درجه، ايه اللي حصل؟ اللي حصل ان فولت الاي ما زال هو اعلى جهد في الدايره، يعني لسه برضو في اي اعلى جهد في الدايره بس بالموجب، لكن مين بقى اعلى جهد في الدايره بالسالب؟ بقت سي. فبالتالي انت دلوقتي بقى في بير جديد هما اللي شغالين، اللي هما في اي مين؟ في اي سي. يعني اذا دلوقتي مش بي هي اللي بقت ايه، هي اللي مش بقت اعلى واحدة في السالب، لا دي بقت سي، تمام، بقت سي. اه ما هو لو سي اعلى واحدة في السالب، اعلى جهد في النيجاتيف، ده معناه ان دلوقتي مش دايد نمبر 6 هو اللي شغال. اه امال مين بقى اللي شغال؟ هتلاقي دايد نمبر 2 هو اللي شغال، لكن ستيل لسه دايد نمبر ايه هو اللي شغال. وصلت؟ زي ما قلت لك كده ان هو هيبقى دايد واحد وايه واتنين اللي شغالين مع بعض في الفترة دي، يبقى ده معناه ان في الفترة دي من 120 ل 180، تمام، ان في الفترة بقى اللي هي من 120 لحد 180 درجة، في 60 درجة يعني اللي بعديهم، هتلاقي ان VAC هو ده بقى فولت الاوتبوت، تمام. وده معناه ان انهي دايد هما اللي شغالين؟ هما الدايد رقم 1 ودايد رقم 2، يبقى 1 و2. تعالى بقى بنفس النمط كده، لو جيت قلت لك ان اللي بعد كده هو VBC هو اللي مسيطر، هو الدوميننت في الدايرة، يبقى في بي هو اعلى جهد موجب وفي سي هو اعلى واحد بس بالسالب، يبقى بي من فوق وسي من تحت،
ماشي، يبقى بي من فوق وسي من تحت. ما لو بي من فوق يبقى دايت 3 هو اللي هيشتغل، ولو سي من تحت يبقى دايت 2 هو اللي هيشتغل. يبقى دلوقتي اللي هيشتغل معانا مين؟ هما 3 و2، تمام، او دايت 2 و3. يبقى 2 و3 شغالين في الستين درجة اللي بعد كده. طب بعد كده مين اللي مسيطر؟ في بي اي، يعني ستيل فولت بي هو اعلى جهد في الايه، في الدايره بالموجب، بس ايه بقت اعلى واحده بالسالب. يبقى بي من فوق وايه من تحت، ارجع كده، يبقى بي من فوق يبقى 3 لسه شغال، وايه من تحت يبقى 3 و4. اوكي، يبقى هتلاقي ان رقم 3 و4 اللي شغالين. حسيتوا كده بالباترن اللي هيحصل؟ عشان كده احنا مرقمين الدايودز بالترقيم الغريب اللي كان موجود في الدايره ده، علشان خاطر في الاوبريشن يبقى الترقيم منتظم، يبقى متوقع كده ان اللي جاي هيبقى مين فولت الاوتبوت في سي اي، ومن غير ما ارجع للدايره هو اللي هيبقى الدايدز اللي شغالين معانا هم الدايد رقم 4 و5، ده من غير ما ارجع للدايره. وبعد كده اللي هيبقى شغال معانا هو الفي سي بي، تمام، ومن غير ما ارجع للدايره هم هيبقوا 5 و6. وبعد السي بي خد بالك، سي بي دي هي السي بي دي، اوكي، ما هي صح ولا لا؟ جميل. فمين بقى اللي بعد السي بي؟ هتلاقي اي بي، اي بي تاني اللي هو مين بقى؟ اللي هو 6 و1. ما هو 6 و1 دي اللي هي 6 و1 دي، يبقى هتلاقي نفسك رجعت تاني ايه، رجعت تاني تعمل لوب. يبقى اذا ده اللي هو الفولت بتاع الاوتبوت بتاعنا. جميل. يبقى اذا انت كل ايه، كل دايت او كل بير من الدايتس بيشتغلوا في 60 درجة. بس نلاحظ حاجة، انت عندك هنا في اول 60 درجة كانوا 6 و1، تمام، في 60 درجة اللي بعديهم كانوا 1 و2. يعني خد بالك ان الدايد رقم واحد، دايد رقم واحد هو اشتغل كام 60 درجة؟ اشتغل 62 درجة، يعني هو اشتغل 120 درجة. خد بالك دايد رقم 2 اشتغل برضو 62، فترتين من 60. دايد 3 اشتغل فترتين من 60، فترتين من 60. يبقى كل واحد فيهم بيشتغل فترتين من 60. يبقى ده معناه ان في حاجة ممكن نقول عليها اسمها ايه بقى، اسمها كوندكشن انجل. يبقى الكوندكشن انجل بتاعت الدايود برضو هتبقى بكام؟ هتبقى ب 120 درجة، لان كل دايود اشتغل فترتين من اللي ب 60. تمام. بص هنا مثلا في اي بي اي سي، يعني ايه اهي شغاله في الاثنين، ايه شغاله في الاثنين من فوق، يعني ده معناه ان دايود نمبر 1 هو اللي شغال، وهكذا. يبقى احنا عندنا ده الكوندكشن انجل ب 120 درجه. طب يبقى كده لحد دلوقتي ايه اللي نفذناه؟ اللي نفذناه ان احنا رسمنا الفولتج بتاع الاوتبوت. خد بالك بقى، خلاص احنا الساين ويف دي مش محتاجينها في حاجه، تعال نمسحه. ماشي، تعال نمسح دول، تعال نمسح برضو اللي فوق دول، مش محتاجينهم في حاجة، بس خلي الفترات دي ايه هنحتاجوها دلوقتي. ماشي. طيب يبقى دلوقتي ده كده ايه، خلينا بس الفترات دي هنحتاجوها، بس تعالى بس نشيل ايه الدوائر اللي احنا حاطينها دي. طيب تعالى بقى، ده كده الفولتج بتاع الاوت. لو حبيت بقى اقول لك ايه، اقول لك ارسم لي بقى دلوقتي اللي هو الكرنت مثلا بتاع ايه، بتاع ديود معين، او تعال نرسم كارنت الاوتبوت بس الاول. طب ادي اكس جديد اهو، عايز ارسم فيه كارنت الاوت. طبعا بما اننا هايلي اندكتيف لود، يعني ده معناه ان الكارنت الاوتبوت بتاعنا ماله، هو بيور دي سي. كارنت الاوتبوت ثابت، قيمته بتساوي كام؟ بتساوي رقم معين، 5 6 7 بأي كان. يبقى ده ايه، هنسميها اي لود، اهي اي اوت، او قيمه ثابته يعني. طب لو حبيت اقول لك دلوقتي ارسم لي فيرسس سيتا اهو، ارسم لي الكارنت بتاع دايد نمبر 1 فقط. هو دايد نمبر 1 ده هتلاقيه شغال فين؟ دايد نمبر 1 ده اللي هو كان تبع ايه، صح؟ ما دايد نمبر 1 شغال في الفترة بتاعت ال 60 درجة الأولانية، اللي هي الفترة دي من 60 ل 120، وشغال في الفترة بتاعت ال 60 درجة التانية اللي هي من 120 لكام؟ ل 180 درجة. يعني ده معناه ان هو هتلاقيه شغال من اول 60 لحد 180 درجة، يبقى دي ال 120 درجة بتوعه، وقيمته بتساوي كام؟ نفس قيمة اي ال اللي فوق. يبقى برضه قيمته اي ال، بس شغال من 60 ل 180 درجة. جميل. يبقى ده اي 1. طب لو حبيت اقول لك ارسم لي مثلا فيرسس سيتا، ارسم لي اي 2 مثلا. فاي 2 هيبقى عامل ازاي؟ اي 2 شغال من 60 درجة التانية، يعني المفروض شغال من اول اللي هي بتاعت ال 120، يعني مش شغال هنا، هو شغال من عند ال 120 والفترة كمان الايه اللي بعديها، يعني شغال من اول هنا، تمام، لحد ال 240 بالمنظر ده كده، تمام. فانت هتلاقي ان كأن كارنت اي 2 شغال من 120 اهو لحد 240، يعني كأنه متشفت كام؟ متشفت 60 درجة عن اي 1، بس الكوندكشن انجل بتاعته 120 درجة، يعني فضل اوند مدة 120 درجة، قيمته اي ال برضه.
طبعا بمجرد النظر من غير ما اعملها. لو قلت لك ارسم لي اي 3، فاي 3 هيبقى عامل ازاي؟ هيبقى متشفت كمان 60 درجة عن اي 2، يعني هيكون بدايته عند ال 180 ونهايته بعد ال 180 بكام؟ ب 60 و60، يعني ب 120 درجة. اوكي، يعني هتبقى نهايته عند ال 300، هتبقى حاجة بالمنظر ده كده. ده هيكون الكرنت مين؟ الكرنت اي 3، وهكذا. طيب تحديدا بقى عايزك ايه؟ عايزك ترسم لي الكرنت اللي هو بتاع اي 4، وهقول لك ليه بالذات اي 4 ده انا مهتم بيه. طيب تعالى كده نمسح ده، ماشي، وعايزين بقى نرسم بتاع اي، بس اي 4. طب ماشي، تعالى نرسم اي 4، ماله يعني، اهو ادي الثيتا بتاعتنا. اي 4 بقى بتاعنا هيبقى ماسك منين؟ بص بقى، 4 ظهرت في اول في انهي فتره؟ تمام، تعالى كده نمسح الفترات. انت عندك خد بالك ان دايما الفتره الاولى بتاعتنا بدأ من عند كام؟ من عند الستين. تمام، حلو، لان من عند الستين احنا ابتدينا نمشي على الساين ويف اللي بادئه من الزيرو. وصلت كده الفكره؟ يعني كأن من الاخر كده احنا الحته دي كده مش عاملين لها ايه، مش عاملين لها اعتبار، يعني الحته دي عشان ما تلخبطكش احنا مش عاملين لها اعتبار خالص يعني. وصلت؟ طيب تعالى بقى، لو انا جيت قلت لك ايه، لو جيت قلت لك الاي 4 هيبتدي من اول فين؟ والله اي 4 ما ظهرش هنا ولا هنا ولا هنا. اه ده ظهر هنا، يبقى ظهر في الفتره الرابعه والفتره الخامسه. طب الفتره الرابعه دي فين؟ والله دي الفتره الاولى، دي الفتره الثانيه، دي الفتره الثالثه، اه دي الرابعه. يعني هو ظهر في الرابعه، وهتلاقيه ظهر فين كمان؟ هتلاقيه ظهر في الخامسه، يعني ظهر من قبل ال 240. ماشي، جميل، مفيش مشكله. يبقى ده اللي هو اي 4. تمام، طيب يبقى اذا لو انا حبيت اللي هو الكرنت اي 4 بتاعنا ده هيبقى شكله عامل ازاي، يعني هتلاقي ان هو ظهر من اول الفتره ايه، من اول الفتره الرابعه. جميل جدا. طب انا ليه بقى عايز ارسم اي 4 تحديدا؟ آه، عشان عايز ارسم الكرنت بتاع فيزا نمبر ايه، يعني عايز ارسم اي ايه. ما هو اي ايه فانكشن في اي 1 و4، فعشان كده انا مهتم قوي بالوي فورم بتاعت اي 1 وبتاعت اي 4. طب تعالى كده، لو حبينا نرسم اي 4، هو من اول 240 هتلاقي لحد كام بقى؟ لحد بعديها ب 120 درجه. اوكي، يعني هتلاقيه لحد 360، ماشي، يعني هتلاقيه حاجه بالمنظر ده كده. ده كده اللي هو اي 4. طب ده تمهيدا ليه اللي انا بعمله ده كله؟ تمهيدا ان انا في الاخر خالص فيرسس سيتا اقول لك ارسم لي بقى الكرنت بتاع فيزا نمبر ايه. ما احنا لو طبقنا بقى كي سي ال عند النود دي، فانت عندك اي ايه داخل، وعندك اي 4 داخل، وعندك اي 1 خارج. يبقى ده معناه ان اي بتاعت فيزا اي هتساوي اي 1 ناقص اي 4. فلو رجعنا كده للرسمه، اي 1 ناقص اي 4، يبقى الرسمه اللي فوق تنزل زي ما هي، اهي اي 1. اوكي، و يبقى ان الرسمه التانيه تنزل بالايه؟ الرسمه التانيه تنزل بالنيجاتيف. يبقى اذا قيمه اي ال اللي هي اللود بتاعت الاوتبوت هتبقى بالبوزيتيف هنا اي ال، وبالنيجاتيف هنا نيجاتيف اي ال. خد بالك ان الفتره دي 120 درجه، الحبه دول والحبه دول برضو 120 درجه، يعني الكرنت بتاع الفيزا اظن ملاحظين ان هو طالع هو اي سي، يعني حبه بوزيتيف وحبه نيجاتيف. اوكي، واللي هو شغال كام؟ 120 درجه من ال 360، شغال 2 120 درجه من ال 360. اه طبعا انا مهتم ليه قوي بالموضوع ده، اقول لك بقى مهتم ليه قوي. لو جيت دلوقتي طلبت منك حاجه، قلت لك هات لي الكرنت تمام بتاع الفيزا بس ار ام اس، بمعنى لو جيت قلت لك دلوقتي انا عايز اي على جنب كده، اي بتاع فيزا اي ار ام اس هتساوي كام؟ والله الروت من سكوير بتاعنا القاعدة المبسطة له بتاعته على طول ان هي بتساوي ايه؟ بتساوي قيمة الكرنت بتاعنا اللي هو الثابت ده اللي هو اي لود مضروب في جذر، وتحت الجذر بنعمل ريشيو ما بين احنا شغالين قد ايه من اصل 360، يعني دايما هنا في 360 احنا شغالين 220 درجة، صح كده؟ يعني شغالين 240 درجة. جميل، يعني كأننا شغالين تلتين او تلتين ال 360، يعني ده معناه ان ده هتطلع بتساوي اي ال اللي هو الرقم الثابت اللي هو مثلا هتلاقي حد يقول لك جيفن ولا حاجه، مضروب في جذر كام؟ جذر 2 تيتا. يبقى ده اللي هو اي فيز ار ام اس. طيب ده ممتاز، تعال نجمع قانون. احنا ما حصلناش غير على قانون واحد اهو، ان اي فيز ار ام اس طلع بيساوي جذر
اتنين على تلاتة، كل ده مضروب في اي ال، واي ال ده اللي هو الرقم الثابت بتاعنا. طيب ده شيء عظيم. ايه تاني بقى؟ لو جيت قلت لك هات لي فولت الاوتبوت، تمام، ان افريج بيساوي كام؟ طب تعال ادي في اوت، في اوت ان افريج ايكوال واحد على البريودك تايم وتكامل. هو فولت الاوتبوت بريودك كل قد ايه؟ اديكم شايفين هو بريودك كل 60 درجه، صح؟ هو بيتكرر اهو كل 60 درجه. يبقى اذا هو واحد على 60 درجه اللي هي يعني باي على 3 تكامل. شوف لنا بقى اي ايه اي حته فيها 60 درجه اعمل عليها التكامل. يعني مثلا ممكن اعمل التكامل على اللي هو من 60 ل 120، من 120 ل 180 وهكذا. بس انا بفضل ان انا اعمل التكامل على 60 من 120. ليه؟ لان من 60 ل 120 انت ماشي على ساين ويف، الساين ويف دي بادئه من عندي من غير اي شيفت. لكن لو كنت عملتها من 120 ل 180، لا من 120 ل 180، انت من 120 ل 180 كنت ماشي على ساين ويف متشفتها 60 درجه، فانت كنت هتقول ان الفانكشن بتاعتك سيتا، هيبقى كان اسمها ساين سيتا ناقص 60 درجه. طب وعلى ايه نخش في الموضوع ده؟ خلينا في اللي بادئه من عند الزيرو دي. يبقى هعمل حدود التكامل بتاعتي من 60 ل 120. يبقى هقول من 60 ل 120 انت بقى ماشي على ايه؟ انت ماشي على ساين ويف، يبقى اسمها في ماكسيمم ساين سيتا. بس الساين ويف دي هي تصنف على انها ساين ويف فيز ولا لاين؟ لا هي لاين، احنا اتفقنا ان ده لاين، تمام. يبقى اذا انت الفانكشن بتاعتك دي هي في ماكسيمم ساين سيتا. بس يا ريت بقى تقول لي عند الماكسيمم دي انها ايه؟ انها خلي بالك ان دي لاين، يعني ده بتاعت لاين. طب تعالى كده نعمل التكامل بتاعنا. يبقى ادي التلاته دي تطلع فوق اهي، وادي في ماكسيمم لاين اهو، وادي الباي التكامل بتاع الساين نيجاتيف كوساين سيتا، ماشي، من عند 60 و120. طب تعالى نعوض كده، يبقى دي هتساوي ادي 3 في ماكسيمم لاين اوفر الباي، هنقول هنا سالب كوساين 120 سالب سالب كوساين 60. طيب انت عندك كوساين 60 ده بنص، سالب كوساين 20 بنص برضو، يبقى نصين، يبقى انت البراكت ده عندك كله بواحد، يبقى في الاخر طالع بيساوي 3 في ماكسيمم لاين اوفر باي. لو تلاحظوا كده كان في الفيديو اللي قبل ده ان احنا كنا طلعنا فولت الاوتبوت الافريج بتاعت الثري فيز هاف ويف، هاف ويف كانت 3 في ماكسيمم لاين على 2 باي. طبعا شيء طبيعي ان الهاف ويف تبقى ايه؟ تبقى نص الفول ويف، فطبعا الفول ويف ما فيهاش 2 تحت اللي هي كانت بتاعت الهاف ويف. يبقى في الاخر طلع فولت الاوتبوت الافريج بكام؟ 3 في ماكسيمم لاين اوفر باي، تمام. طب يبقى اذا تعالى كده نجمع القوانين بتاعتنا، مش محتاجين التكاملات كلها، احنا عايزين ايه؟ عايزين الصيغه النهائيه دلوقتي. فالصيغه النهائيه بتاعتنا اللي هي 3 في ماكسيمم، 3 في ماكسيمم لاين اوفر باي. حلو جدا، جميل. يبقى ده اللي هو فولت الاوتبوت الافريج بتاعنا. لو قلت لك دلوقتي باور الاوتبوت بكام؟ هو فولت الاوتبوت ان افريج مضروب في كام؟ في الكارنت اللي هو اي ال، ده اللي هو الايه اللي المفروض هيبقى الرقم الثابت بتاع اللود ده، ماشي، ده الباور الاوتبوت. طب لو قلت لك احسب لي الاس بتاعت الانبوت، اس اللي هي الفولت امبير، احنا 3 فيز، يبقى 3 في فيز ار ام اس طبعا، اي فيز ار ام اس طبعا. طبعا احنا عشان الانبوت بتاعنا اي سي بالتعاملات بالار ام اس، الاوتبوت بتاعنا عشان اي سي بتعامل بالافريج، سوري، الاوتبوت بتاعنا عشان دي سي الاوتبوت بتعامل بالافريج، الانبوت عشان اي سي بنتعامل بالار ام اس. يعني ده في الاخر هيساوي كام؟ والله في فيز ار ام اس دي هتكون جيفن. طب واي فيز ار ام اس دي هنجيبها منين بقى؟ ما هو اي فيز ار ام اس هي اللي ايه؟ هي اللي احنا جبناها بالقانون اللي فوق ده. طب تعالى نحل مثال كده صغير. لو جيت قلت لك اكزامبل كده، اوكي، ان احنا عندنا 3 فيز، ماشي، 3 فيز سيستم. ال 3 فيز سيستم بتاعنا ده هو فولت 50 هرتز، وقلت لك ان اللود بتاعنا هو هايلي اندكتيف لود، الكرنت بتاعه بيساوي 5 امبير. حلو كده، قلت لك بقى دلوقتي ايه؟ فايند. يلا بينا بقى. اول حاجه هات، اول حاجه فولت الاوت ان افريج بيساوي كام؟ والله فولت الاوتبوت الافريج تعالى نعوض في القانون كده، هو 3 وادي الباي اهي، نعوض بقى فوق بفي ماكسيمم لاين. طب ال 200 فولت اللي اترمت دي كده، دي بتصنف على انها ايه؟ لما ارمي لك فولت كده يبقى ده ار ام اس، وفي 3 فيز لما ارمي لك فولت كده يبقى ده فولت اللاين. يعني خلي بالنا بقى ان على جنب كده اهي، ان في
ار في لاين في ار ام اس لاين هو اللي ب 200 فولت. طب انت بقى عايز تعوض هنا بكام؟ بفي ماكسيمم لاين. انت اللي معاك ايه؟ في ار ام اس لاين. يعني انت مش مشكلتك في اللاين، انت مش مشكل، انت مشكلتك دلوقتي ان الار ام اس اللي معاك دي عايز تحولها ماكسيمم. فطبعا ار ام اس عشان تتحول ماكسيمم بنضرب فيه في روت 2، يبقى اذا دي هنقول عليها 200 روت 2. خلاص يبقى ده كده ايه، حسبناها اهي طلعت برقم. طب رقم 2 قلت لك انا عايز الكرنت بتاع الفيز ار ام اس، اي فيز ار ام اس هيساوي كام؟ والله هيساوي كرنت اللود اللي هو 5 امبير مضروب في جذر 2 على 3 على طول، يبقى ده بيساوي برضو رقم بالامبير. طب رقم 3 قلت لك احسب لي باور الاوتبوت بكام؟ والله باور الاوتبوت هيساوي فولت الاوتبوت ان افريج اللي انت حسبتها فوق دي، تمام، في اللي هم الخمسة امبير اللي هم كارنت الاوتبوت يعني اللود. طب عظيم. رقم 4 قلت لك احسب لي الاس بتاعت الام بكام؟ هي هتساوي 3 في فيز ار ام اس ار ام اس. طب في فيز ار ام اس هنجيبها ازاي؟ انت اللي معاك ايه؟ انت اللي معاك في لاين ار ام اس، صح؟ يعني انت مش مشكلتك في الار ام اس، انت مشكلتك انك معاك فولت لاين وعايز تحوله لفولت فيز. ملاحظين بس الحته دي؟ فانت فولت لاين عايز تحوله لفولت فيز، يعني هنقسم على روت 3. يبقى اذا 200 على روت 3. طب وبالنسبه للاي فيز ار ام اس، ما اي فيز ار ام اس اللي احنا جبناها من فوق اللي هي 5 امبير مضروبه في جذر ايه؟ جذر 2 على 3. يبقى برضو بقت دي معاك بايه؟ برقم اهي. يبقى اذا باور الاوتبوت بقى معاك بالوات، والاس بتاعت الانبوت بقى معاك بالفولت امبير اهو. اخر الطلب رقم 5، لو طلبت منك الباور فاكتور، فالباور فاكتور هيساوي الباور بتاعت الاوتبوت اللي انت حسبتها على الاس بتاعت الانبوت اللي انت برضو لسه حسبتها، تمام. وطبعا هتطلع لاج لان احنا شغالين ايه؟ اندكتيف. يبقى ده كده الاناليسس بتاعت دايره ال 3 فيز ايه؟ 3 فيز هاف ويف، 3 فيز فول ويف، بس ان كنترولد ريكتيفاير. طبعا احنا ليه مسميين ده ان كنترولد ريكتيفاير؟ لان اديك شايف فولت الاوتبوت بتاعنا طلع رقم ايه؟ طلع رقم ثابت انا ما اقدرش اتحكم فيه. التلاتة رقم ثابت، الباي رقم ثابت، فولت الماكسيمم بتاع اللاين رقم ثابت برضه، يبقى انا مش قادر ايه؟ مش قادر اتحكم. وعرضنا الفولت ده على موتور هنمشي بسرعة ثابتة. ابتداء بقى من الفيديوهات اللي جاية هنبتدي بقى ان احنا نشوف الجزء بقى التاني بتاعنا من المحتوى بتاعنا، اللي هو بقى الكنترول ريكتيفاير. هيبقى الديفايس اللي شغالين بيه ديفايس ثايرستور مش الدايد. فهيبان بقى دلوقتي ايه؟ هيبان بارامتر جديد بقى اسمها الفايرنج انجل، هنقدر ان احنا نعمل بيها كنترول على قيمه فولت الاوتبوت بتاعنا الافريج ده. فبالتالي نقدر ان احنا نتحكم في ايه؟ في سرعه الموتور مثلا، لو كان اللود بتاعنا او الاوتبوت بتاعنا ده موتور، تمام. ده كده ان شاء الله من الايه؟ من المره الجايه. يلا نشوفكم على خير ان شاء الله.